التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، والتحيه متجدده بحضراتكم ايها الاخوه الكرام. بعد ما شاهدنا اول الاشواط الرئيسيه للاذاع وحيث ظهر الابداع مع المسك لاحمد بن سعيد بن سالم لينيبي بطلت اول اشواطنا في هذا اليوم، ينطلق شوطنا الثاني وهو يعتبر الشوط الرئيسي للجعدان. انطلاقه سليمه وموفقه نتمناها لجميع المشاركين. ابدا مع المقدمه ومع الصداره ومع المركز الاول، وهنا شاهين عبد الله بن سعيد بن عبد الله الرميثي على مقدمة الشوط وعلى الصدارة الأولى، بينما ننتقل إلى المركز الثاني. وفي ثاني المراكز يأتي هنا شاهين حمد بن عمير بن سعيد بن ذويب العامري مع المركز الثاني، بينما ننتقل إلى المركز الثالث. وفي المركز الثالث أتابع الوصول في هذه اللحظات من قبل الراهي محمد بن راشد بن سعيد اليابري، شعار اليابري متواجد مع المركز الثالث، بينما ننتقل إلى المركز الرابع ويأتينا مايهاب عيسى بن راشد المطوعي المنصوري مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس القادم هنا أيفل عمر بن مبارك بالجافلة الحميري مع المركز الخامس. وسادسا في المركز السادس اشوف الوصول في هذه اللحظة من بطاش لعلي بن لحج الحلامي، بينما في المركز السادس في المركز السابع المركز السابع الوصول القادم من سلهود مغير بن سالم بن حارب العميمي مع المركز السابع، بينما في المركز الثامن وفي ثامن المراكز عنيف محمد بن علي بن هزيم المسافري، بينما في المركز التاسع والنقلة إلى تاسع المراكز يأتينا أيها الأخوة الكرام ومتابعين الأعزاء. واصل هنا نيسان سعيد بن محمد بن يمعة بن عتيج يأتي على المركز التاسع، بينما في المركز العاشر عاشر المراكز أشقر حسن بن عبيد بن حسن بن ركاض العليلي يتقدم على المركز العاشر. هذه النتيجة أيها الأخوة الكرام ومتابعين الأعزاء، فينا لمسابقكم هذه الأسماء وهذه الشعارات. لكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة والبداية، نعود إلى المركز الأول، وهناك شعار اليابري اللي يتسلل ويأخذ زمام الشوط، يأخذ زمام الأمور مع المركز الأول في هذه اللحظات. يتقدم بهذا الأداء راهي محمد بن راشد بن سعيد اليابري. هذا الشعار الخطير بالنوعيات اللي قدمها منذ أعوام قديمة وحاليا متواجدا بسلالات عريقة يمتلك هذا الشعار الكبير، شعار أبو راشد مع الصدارة الأولى محمد بن راشد بن سعيد اليابري مع المقدمة مع المركز الأول، بينما في المركز الثاني نراقب الغدوم في هذه اللحظات من سلهود مغير بن سالم بن حارب العميمي مع المركز الثاني. أما النقلة إلى المركز الثالث يأتي هنا شاهين حمد بن عنبر بن سعيد بن ذويب، نعم يليبي نعم اللي على المركز الثالث، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع. وفي المركز الرابع واصل لنا مايهاب عيسى بن راشد المطوعي المنصوري يتقدم الى المركز ايضا الرابع. المركز الخامس نراقب الوصول من ايفل عمر بن مبارك بالجافلة الحميري مع المركز الخامس، وهذه مراكزنا، هذه الاسماء. هكذا ايها الاخوه الكرام الكل يعد العده لمهرجانات هذا الموسم، الكل يبحث عن الانجاز، الكل يبي يقيدنا على انتصار مشرف من خلال هذه الانطلاقات.
الرائعة والجميلة. الله اول الاشواط للجعدان الاذاعة. وين يتحدد مصير؟ وين يتحدد مصير بين هذه الاسماء، بين هذه الشعارات المتوافدة من جميع اراضي ميادين الدولة؟ والعميمي مسيطر، العميمي مسيطر مع المقدمة الاولى حام غير بن حارب، العميمي مع الصدارة. لكن اهالي الفوعة، اهالي الفوعة يبحثون عن الانتصار، يقدمون احد جواهري هذا الصباح. يتقدم راهي محمد بن راشد بن سعيد اليابري، يتقدم مع المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما في المركز الثالث نراقب هنا شاهين حمد بن عنبر بن سعيد بن ذويب العامري. المركز الرابع بن هزيم ياتي معه ايضا انطلاقة عنيف محمد بن علي بن هزيم المسافري. يلا يا ابو علي، اهالي راس الخيمة ينتظرون السلام. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات نيسان سعيد بن محمد بن يمعة بن عتيج والكيلة والمتر الاخير. خلاص بانت النهاية، بانت النهاية. وين السلام؟ وين؟ وين يا بن مغير؟ بن مغير على الصدارة الاولى، ايضا مغير بن سالم بن حارب العميمي. ولكن هنا القادم راهي، راهي لمحمد بن راشد بن سعيد اليابري. يلا يا ابو راشد، يلا يا ناصر اليابري، احد خبراء التضمير من يتابعه مع المركز الثاني يتسلل الى الصدارة الاولى. يبا السلام الى اهالي الفوعة، يبا السلام الى اهالي الفوعة. ولكن وصل في هذه اللحظات نيسان، نيسان القادم سعيد بن محمد بن يمعة ياتي على المركز الثالث في هذه اللحظات. ولكن ما شاء الله، بسم الله على هذا الاداء، بسم الله على هذا الرقص الجميل اللي يقدم لنا راهي عون ولون مثل ما يقولون الخبراء. سلام وتحية واحترام احد جواهري هذا اليوم، احد جواهري هذا اليوم، هذا النوعية، هذا النوعية، نوعية فاخرة. سلام الى العين، سلام، سلام الى الفوعة، سلام. اسعدت صباحا على هذا الفوز والانتصار. اول الاصوات الرئيسية يبسم عليها اليابري. سلام لها للفوعة، سلام، سلام وتحية لمحمد بن راشد اليابري، والتهنية موصولة لناصر ربا اليابري، والتهنية كذلك لراشد بن ناصر على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل مشاهدين الاعزاء، وصل مشاهدي الكرام عني ايضا المركز الثاني نيسان وصل ولا نتأكد منه مع لجنة خط النهاية. اللي احتل المركز الثاني محمد وصل مشاهدي الكرام نيسان سعيد بن محمد بن يمعة، وفي المركز الثالث كان الوصول من سلهود مغير بن سالم بن حارب العميمي. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجة للثلاث المراكز الأولى. عطنا التوقيت الزمني 7:49 هو توقيت راهي. تهانينا لمحمد بن راشد بن سعيد اليابري على هذا الفوز والناموس، وسلام لهالي العين، وسعدت صباحنا هالي الفوعة على هذا الفوز والانتصار.